بعد فتح الجزائر الباب أمام الاستثمارات المباشرة، أكبر مورد لكبرى شركات الطاقة المحلية يحط الرحال بالجزائر بعد 70 عاماً من المرافقة التجارية والتقنية عن بعد. كان حلما وأصبح حقيقة أن نكون حاضرين هنا في الجزائر، ليس فقط بالتكنولوجيا والتوظيف لأننا ننشط منذ مدة، ولكن بالخدمات كذلك. بدأنا للتو لكننا راضون جدا. تحدثنا مع ممثلنا الجزائري وهو يعرف السوق جيدا، لديه معرفة كبيرة، وهو حقا قيمة مضافة. اقترح علينا كل ما نحتاجه لاستثمارنا هنا، ونعتقد أننا بالكفاءات الجزائرية التي قمنا بتشغيلها سنتطور ونكبر معا. سنة 58 زي ما قلت حضرتك كان عندنا أول معدة في حسي مسعود، وبعدين سنة 75 فتحنا أول بيغو في الجزائر. القانون قبل كده ما كانش بيسمح أن الشركات الأجنبية تبقى عندها 100% أونت في الجزائر، بس القانون ده اتغير من سنتين ونص تقريبا، 3 سنين. وإحنا أول ما القانون اتغير الشركة خدت القرار أن إحنا نيجي وننفست 100% بالجزائر. درس جائحة كوفيد كان قاسيا على المؤسسة العالمية، ما جعلها تهرول لإقامة استثمارات مباشرة مع البلدان المتعاقدة معها فور انتهاء الجائحة. أعتقد أن الاستثمار في الجزائر سيكون مناسبا جدا لزبائننا، ما يجعل التعامل معهم سهلا. سنقترب منهم ومن صداهم أكثر، وكذلك ستسهل الطريق نحو تطوير علاقاتنا. وكذلك عندما نرى ما جرى في الجائحة كان صعبا جدا التعامل آنذاك، لم نستطع السفر وأمور كثيرة، ولذلك الاستثمار المباشر سيسهل علينا التعامل مع الحالات الطارئة. الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر من شأنها خلق مناصب شغل وإعطاء الفرصة للكفاءات والسواعد المحلية لإثبات نفسها. الجزائر مع تتعامل مع جزائريين وتشارك خبرات مع جزائريين، راح تكون أنا نشوف باللي يكون فيه نجاح يعني سريع بالنسبة خاصة في هذا الميدان، في ميدان الطاقات والطاقات المتجددة. على غرار اختصار الوقت والجهد والتكلفة، تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر أرضية تجمع بين التكنولوجيا والكفاءات المحلية. من المنتظر أن يعزز كل ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي سيصدر قريباً.